بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، اسعد الله بصباحكم، هذا بكل خير. نحييكم دائما ونجدد لكم هذه التحية هنا من أرضية ميدان ضوء، ضمن هذا المركز الجميل، هذا المركز الذي يطلق عليه مركز الحلفة. نتمنى دائما دعم أصحاب السمو الشيوخ واهتمامهم بهذه الرياضة العربية الأصيلة، نتمنى التوفيق. أعود إلى المركز الأول، شوطنا الأول الرئيسي صبا، هناك سالم بن مبارك بن سهيب بن بنا الاجتبي، يلا يا راعي صبا. النقلة على المركز الثاني علاج حمد بن فايز بن غفان بن حمد اليابري، وفي المركز الثالث أشوف هناك وضوح يابر بن سهيب بن حميد اجتبي، وفي المركز الرابع حدث مسري بن سهيب بن نايع عبر واس اجتبي، وفي المركز الخامس شعار عبد الله بن علي بن واس اجتبي. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة. يلا يا حدث، يلا يا الشوط الأول الرئيسي، يلا يا بن بنا، يلا يا بن غافان، يلا يا الاجتبي. كوكبة جميلة أيها الأخوة، ثلاثية الحدث، ثلاثية الناموس هنا مع بن بنا، الله سالم بن مبارك، ولكن هناك بن غافان بو حمد أيضا يتدخل في هذه القوة، في هذه المجموعة. هناك من يقدم علاج من الجانب الآخر، حمد بن فايز بن غافان بن حمد اليابري، ولكن شوف وضوح 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 وضوح، عنده كلام في هذا الشوط، عنده كلام، عنده رأي. يابر بن سيف بن حميد الاجتبي بن بنا بن بنا بن بنا يعود من جديد، يعود من جديد إلى الناموس، يعود من جديد أيها الأخوة إلى الانتصار، إلى الانتصار. الميتين المتر الأخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية، الله يصبها يصبها في رعيان شبابها، في رعيان شبابها. سالم بن مبارك بن سيف بن بنا الاجتبي 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 اللي يطلقنا عليه زعيم هذا الميدان، سلام سلام بن بنا سلام. المركز الثاني أيها الإخوة، هناك فايز بن حمد بن غفان، الفايز بن غفان بن حمد اليابري المركز الثالث، وهناك يابر بن سيب بن حميد الشتبي. هكذا كانت النتيجة لمراكز دعناها عليكم بالتمام. التوقيت الزمن أيها الإخوة، التوقيت الزمني ما يحضرنا، هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، ولكن بخبرونا عن الجماعة سواء من اللجنة ولا من الحضور. هناك توقيت دقيقتين 13 ثانية، تحالينا لسالم بن مبارك بن سيب بن بنا على هذا الحضور. يا سلام عليك يا بن بنا، تحياتي لهذا الشعار ومالك على هذا الأداء الجميل والمميز.